تجي تقول لي ما كايناش الثوره الجزائريه غادي نقول لك والله ما كنتصور بالله العلي العظيم. استنوا بقى انا هقول لك على كل حاجه فيه. تفضل. احنا كنا قاعدين لقينا الباب راح مفتوح. لقينا الباب مفتوح وراحوا دخلوا الادارسه من الخليج وحكمونا. واحنا قاعدين. ومن بعد لقينا الباب مفتوح وراح دخل الموحدون من تلمسان وحكمونا. واحنا قاعدين. وجاو المرابطون من موريتانيا وحكمونا. واحنا قاعدين. وجا السعديون من الخليج وحكمونا. واحنا قاعدين. السعديون منهم زوج ولاد عم الدابزو على حكم بلادنا واستعانوا بالاسبان والعثمانيين وتخاصموا فوق ارضنا. واحنا قاعدين. وجا العلويون وانقلبوا عليهم وحكمونا. واحنا قاعدين. العلويون خلونا نركعوا لهم ونسجدوا لهم وجابوا لنا الحمايه الفرنسيه والاسبانيه والبرتغاليه وبناوا لنا بوسبير في بلادنا. واحنا قاعدين. وفي التالي جابوا لنا كيان الصوص وفتحوا بلادنا للخليجي وجابوا لنا دانيال. واحنا صغيرين ما نعرفش حاجه يا بيه.